من القدس مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم عبد القادر اهلا بك في البدايه ماذا في تفاصيل الاعتراض الذي تحدث عنه الجيش الاسرائيلي لصاروخ اطلق من لبنان باتجاه وادي عاره والكرمن عبد القادر صحيح صفارات الانذار كانت قد دوت في نطاق واسع جدا من البلدات، عشرات البلدات في منطقه الكرمل وصولا حتى في منطقه جبل الكرمل وصولا حتى منطقه وادي عاره، اعتقدنا ربما ان الحديث هو عن رشقه صاروخيه كبيره، لكن اتضح ان الحديث هو عن صاروخ واحد اطلق من لبنان وفق ما صدر في بيان الجيش الاسرائيلي، الجيش يقول انه اعترض هذا الصاروخ، ربما نوعيه الصاروخ هي ما قد تكون فعلت هذا الكم الكبير من صفارات الانذار. لم يشر الجيش في البيان الى صاروخ ارض ارض ولكن يمكن ان نقدر ان الحديث هو عن صاروخ من نوع خاص ربما ثقيل الحجم وبالتالي دوت صفارات الانذار في كل هذه المناطق نتيجه ربما محاوله اعتراضه على مسافه مرتفعه نسبيا كما يحصل عاده حين تطلق صواريخ منفرده نحو وسط اسرائيل ونحو مناطق احيانا في ابعد او بعيده عن الحدود الاسرائيليه باستخدام صواريخ متوسطه وبعيده المدى لكن الرشقه الصاروخيه الاخيره ورغم الكم الكبير من صفارات الانذار في عدد كبير من البلدات لكن البيان يشير الى صاروخ واحد فقط اطلق من جنوبي لبنان شوهدت في سماء وادي او شوهد في سماء وادي عاره انطلاق لصاروخين اعتراضيين يبدو ان واحدا من هذه الصواريخ اصابت الصاروخ الذي اطلق من لبنان فيما كان الصاروخ الاخر فاشلا في عمليه الاعتراض لكن هذه هي الصفاره الاولى لهذا الصباح مع بعد ساعات من الهدوء تقريبا خلال الليل لم نشهد فيها قصفا صاروخيا من لبنان بينما شهدنا فيها عمليات في مناطق حدوديه نقلا لمروحيات او نقل مروحيات لجنود اسرائيليين مصابين من مناطق حدوديه الى مناطق الى مشافي في مدينه حيفا مشفى رمبم وايضا في مدينه تل ابيب دون توضيح نتائج وتفاصيل هذه العمليات في المناطق الحدوديه لكن من الواضح ان مزيدا من جنود الجيش الاسرائيلي اما وقعوا في صفوف المصابين او في صفوف القتلى خلال الساعات الماضيه اضافه لما كان من عمليات سابقه خلال اليومين الماضيين، اشير ايضا الى بيان صدر عن الجيش الاسرائيلي قد يبدو غريبا بعض الشيء لكن الجيش اشار الى اقتحام عدد من الاسرائيليين على حد تعبيره للشريط الحدودي الفاصل في منطقه غلاف غزه، لكن الحديث الحقيقي هو ليس عن عدد من الاسرائيليين اقتحموا الشريط الحدودي بصوره معينه او لاهداف قد لا تكون مفهومه، انما الحديث هو عن مستوطنين اسرائيليين متطرفين تواجدوا بالقرب من الشريط الحدودي يوم امس، واقتحموه لمده نصف ساعه في ساعات الليل المتاخر، والهدف وفق حديثهم هو اقامه مستوطنات بؤر استيطانيه داخل المناطق او داخل حدود قطاع غزه، هذا الاقتحام استمر لنصف ساعه، الرسائل الصادره منهم كانت واضحه طالبوا بالاستيطان الفوري في قطاع غزه استمروا لنصف ساعه قبل ان يتدخل الجيش ويستطيع ابعادهم من النقطه التي وصلوا اليها وهي نقطه يقول الجيش الاسرائيلي انها في منطقه عازله بين منطقه غلاف غزه واراضي القطاع او داخل مناطق القطاع بمعنى انهم لم يصلوا الى النقاط او الى البلدات الموجوده داخل قطاع غزه انما كانوا في منطقه معزوله أو أو كما يسميها الجيش بالمنطقة المعزولة بين قطاع غزة وبين الغلاف لكن هذه الحادثة هي ليست الأولى سبق لأهالي الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين أن تخطوا الحدود في حينه للمطالبة باستعادة أبنائهم من خلال صفقة تبادل لكن اليوم نتحدث عن مستوطنين اقتحموا للمطالبة هذه المرة بإقامة مستوطنات فورية كحل يرونه مناسبا للإسرائيليين كمرحلة ما بعد الحرب هذه المطالبات بدات تتزايد لاسيما بعد الاعلان الاخير من الجيش الاسرائيلي عن عمليه تهدف بصوره واضحه الى تهجير سكان شمالي القطاع كان هناك كان هناك ايضا مؤتمر قد عقد خلال الايام الماضيه في منطقه غلاف غزه يطالب بمشاركه وزراء في الحكومه الاسرائيليه اعضاء في حزب الليكود وجمعيات استيطانيه منظمات استيطانيه يهوديه كثيره طالب جميعها بالاستيطان في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. المطالبات تتزايد في ظل حديث يحاول نتنياهو والحكومة الإسرائيلية أن يقول أنه غير صحيح. تطرق إليه بلينكين أيضا وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته الأخيرة في المؤتمرات الصحفية التي تلت هذه الزيارة بالحديث عن أن هذه الخطوات هي مرفوضة من الأمريكيين. لكن على أرض الواقع نرى خطط التهجير قائمة. محاولات التهجير قائمة المجازر الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة قائمة بموازاة كل هذه المطالبات باستغلال هذه الأوضاع لبدء ما يطلبه بعض لا. الوزراء من عمليات استيطانية وفي ظل رفض كان يوم أمس من بينكبير ووزير الأمن القومي تمر بنكبير ووزير المالية بيتسل إيلس مترش حتى لمجرد التفاوض حول صفقة تبادل. شكرا جزيلا لك من القسم مراسل التلفزيون العربي عبد القادر عبد الحليم